الكلام على هذه الجولة الاقتصادية إلى موضوع آخر الآن، حيث سيتمكن أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي، وهذا في إطار تعليمات توجد قيد الإمضاء مع إمكانية العمل في منصب مأجور بعد هذا التقاعد. كما سيتمكن الأعوان الذين يحزون على أحكام قضائية نهائية من إعادة إدماجهم في أعمالهم، حيث تم تدارسها في لجنة وطنية ممثلة من وزارة الداخلية وكذلك العمل وممثلين عن الحرس البلدي. وليد بهراوة أعاد لنا بالتالي. تمت الاستجابة للطلب تاع التقاعد النسبي الاستثنائي، لأنه بالنسبة للعمال الموظفين الأخرى يوجد تقاعد نسبي، لكن بموجب مرسوم أنشأنا تقاعد نسبي استثنائي لأعوان الحرس البلدي. اتفقنا معهم وبعثنا تعليمة كذلك للولات باش كل حارس بلدي عنده حكم قضائي نهائي يقضي بإعادة إدماجه أو البراءة من التهم التي ما كانت موجهة له، باش يعاودوا إدماجه في منصب عمله. وحاليا سجلنا إعادة إدماج 54 عون.